ويلكم توداي ايجيبت. معانا النهارده الاستاذ الدكتور همت الحداد. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا حبيبتي. دكتور ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ انا دكتوره همت الحداد، انا استاذه بطنه سكر وغده صماء في القصر العيني. باجي بحضر مؤتمر داي ايجيبت بقالي كام سنه، وهو الحقيقه مؤتمر قديم بقاله سنين، ودايما بيغطي السكر من جوانب كتير قوي. والحقيقه كل سنه بيحاولوا يعني يعملوا اضافه جديده. السنه دي الحقيقه الاضافات الجديده اللطيفه ان هو حط سيشنز جديده فيها التشالنجينج كلينيكال كيسز، يعني بياخدوا الحالات اللي هي موجوده اتشخصت في الجامعات المختلفه لمرضى السكر وحالات نادره وليها تشخيص مختلف شوية، وقدموها عشان يبقى تعليم للدكاترة وللأطباء وتوعية ليهم بالحاجات دي. الحالات دي كلها بتتنشر في مجالات برا لأنها بتبقى one of the rare cases يعني. تمام. الحاجة التانية برضو تشجيعا للبحث العلمي، اتعملت سيشن نو في سيشنز هم جابوا خلوا الناس تبعت الابحاث بتاعتهم على المؤتمر، في منهم اللي خد جوائز فوريه وجوائز، بنتكلم عن جوائز محترمه منها ان هم يسافروا يحضروا مؤتمر بره مصر. الحاجه الثانيه في جوائز من نوع اخر، وكمان الطلب من الناس دي من احسن 10 ابحاث ان هم يتقالوا كشورت كده ريزومي في سيشن قدام الدكاتره عشان يبقى في توعيه للبحث العلمي في مجال السكر. دي الحقيقه من الافكار الانوفيتيف كتير. انا شايفه ان المؤتمر ما شاء الله لا قوه الا بالله مليان سيشنز محترمه جدا، مليان حاجات اب تو ديت، مليان نقاشات عالية جدا. أنا شخصيا استفدت، بس هو مجهد من كتر الحضور بس اتورثت يعني فعلا، لأن طبعا أنت بتتكلمي إن 9 الصبح المؤتمر بيخلص، بيبدأ ما بيخلصش قبل 6-7 بالليل متواصل، يعني إيفن اللي عايز ياخد بريك يدخل في سيشن يكون ممكن يضحي بيها شويه ياخد بريك مش عارف ايه ويرجع تاني، لكن الشغل متواصل. عند التويسز الحقيقه العلم كتير والعلم حلو، ومرض السكر كل يوم في جديد وكميه ادويه جديده كتير قوي، وعندنا يعني تقدم علمي في حاجات كتير قوي. حتى احنا برضو واحنا بنتكلم عن السكر ما بنتكلمش عن دواء سكر بس، لا في دواء الضغط، في دواء الكوليسترول، لان خلي بالك احنا معظم العيانين هتلاقي ان احنا عندنا السكر اللي هو التايب 2 دايابيتس هو النوع الثاني ده اوريجينيتد دايما من حاجه اسمها ميتابوليك سندروم. لما بيكون في ميتابوليك سندروم بتلاقي في كوموربيديتيز، بتلاقي الحاجات الثانيه دي جايه معاه وكده. فكل ده لما بتمسكي ايتم ونعمة ربنا علينا لما بيكون في اساتذه متجمعين من مختلف جامعات مصر واماكن مصر، اللي بيجمع بينهم علم جميل، اللي بيسمع واللي بيتكلم بيبقى فيه نوع من انواع المتعه. فالحقيقه اي جو سو ماتش يعني، واخده بالك ازاي؟ ديسبايت اللي جات اتس فيري نايس الحقيقه بجد. دكتور همت احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا اسعد يا حبيبتي.